Hi there, with you Ms. Shaima Munir. النهاردة الفيديو بتاعنا هنتكلم مع بعض عن الـ common mistakes. هنتكلم مع بعض عن الأخطاء الشائعة الموجودة في بعض كلمات اللغة الإنجليزية. لو أنت مهتم شوف معايا الفيديو للآخر، يمكن تلاقي كلمة أنت بتنطقها غلط تشوف الصح بتاعها معنا النهاردة. Let's start. أول كلمة معايا وهي الكلمة دي، أيوة إحنا دايما بنقراها تاني تاني، لأ مش صح، النطق الصح بتاعها tiny 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 مش تاني tiny. اوكي نشوف مع بعض الكلمة التانية. تاني كلمة معايا وهي الكلمة دي اللي بسببها انا النهاردة عملت الفيديو. احكي لكم كده قصة صغيرة بسبب الكلمة دي. انا عندي بنت اختي بنوتة جميلة عندها 7 سنين، جت كلمتني من فترة بتقول لي يا شوشو قولي لي نطق الكلمة دي ايه. قلت لها لا انا عايزة اسمعها منك عشان عارفة دايما احنا بنغلط فيها. قالت لي closes، قلت لها wrong غلط، انا عايزة اقول لكم اتصدمت، ليه ده في اي اس في الاخر؟ قلت لها حبيبتي دي نطقها كلوز كلوز مش كلوزز يا سلمى، كلوز كلوز. عايزه اقول لكم انا قعدت اكتر من نص ساعه بقنعها ان نطق الكلمه دي كلوز مش كلوزز، وهي رافضه خالص ان هي تقتنع، فين وفين لحد ما اقتنعت. بسبب النهارده انا عملت الفيديو ده، يبقى نطق الكلمه دي كلوز مش كلوزز. يلا نشوف مع بعض الكلمه الثالثه. تالت كلمة معايا وهي الكلمة دي، الكلمة دي طبعا معناها أشهر السنة، يعني عندي أكتر من شهر، جمع يعني. طيب إحنا بننطقها إزاي؟ كتير جدا بينطقوها months wrong. النطق الصح بتاعها months months months. أيوة طيب لو أنا عايزة أقول شهر واحد فقط هقول إيه؟ month month. يبقى أنا عندي months و month month. أوكي نشوف مع بعض رابع كلمة. الكلمة دي كتير جدا بينطقوها department، وده طبعا مش صح، النطق الصح بتاعها department department department. اوكي شوف مع بعض اخر كلمة. الكلمة دي انا معرفش انتوا ازاي بتقولوا عليها midterm، احنا عندنا بكرة امتحان midterm. wrong، ما اسمهاش midterm، اسمها midterm midterm مش midterm midterm. وبكده يكون احنا انتهينا النهارده. لو عجبكم الفيديو مش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو زيكم. Thanks for watching and see you soon.